بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده هنحل شيت 6، نتكلم عن الجزء الثاني من شابتر 4، ويعتبر اهم الاجزاء النهارده في المنهج. في الماده عموما بيتكلم عن حاجه عن كومباينيشنال سيركت، وازاي عن طريق الاند والاور والنوت والناند نبدا نعمل سيركت اكبر، بحيث يسهل الديزاين والامبلمنتيشن للسيركت بتاعتي. النهارده هنتكلم عن 3 سيركت، عن انكودر والديكودر والمالتيبلكسر. وتعال نشوف الاول، نخش نحل الاسئله بتاعت الشيت. تعال نعمل كده ريفيجن سريع عن الانكودر والديكودر. مثلا سي ان انت عندك 4 مسج، او انت في انتوا طرفين وعاوز تبعت للطرف التاني رساله مشفره. فمثلا عندك، لو نقول عندنا 4 ليد، واحده ريد، واحده بلو، واحده جرين، واحده يلو، وعاوز تبعت للطرف التاني رساله. مثلا تقول له لو جالك ريد معناه تاخد اكشن معين، جالك بلو تعمل اكشن معين، جي مثلا تعمل تطلع قدام، واي تنسحب. فمسج عموما، فمثلا هنقول فالريد دي هنسميها، تعالوا نسميها دي زيرو، ودي دي واحد، ودي دي اتنين، وده دي تلاتة. فلو عاوز ابعت مسج 100 معناها ان الريد هي اللي شغالة، او الاكشن بتاع الريد هو اللي شغال، اللمبر الريد هي اللي هتنور. فبعتها له ازاي؟ هيبقى الرسالة بتاعتي عبارة عن اكس واي، وبعتها له 00. اشمعنى 00؟ مش ده 0؟ فيبقى 00. كأنك عملت ايه بالظبط؟ دي كانت 4 بت مسج، عبارة عن 4 بت هبعتها متشفرة في رسالة 2 بت. كأني عملت ايه بالظبط؟ كأني خدت لوج 2 للانبوت بتاعي. فلما هو يستقبل 00، انا هو متفقين لما يجيلي 00 معناه يشغل ايه؟ دي 0. جاله 0010 فيطلع 1، 1 بالباينري يبقى 01، 0100 يبقى 10، 1000 يعني 3 يطلع لي ايه؟ 3. فهي لما تجيله الرسالة المشفرة 11 هيفهم معناه ايه؟ دي 3، معناه اللي هي ايه؟ مثلا الاكشن الخاص باللون اليلو هو اللي هي ايه؟ هيشتغل. تمام؟ ده كده بنسميه انكودر، بنعمل انكودنج للمسج بتاعتي كأني شفرتها. شفرتها ازاي؟ طبعا هي حاجة تشفير بسيط، يعني فكرة بسيطة خالص، كل اللي عملناه بس ايه؟ خدت اللوج للمسج بتاعتك. فمثلا لو كانت المسج بقى دي 8 بت، الرسالة هتتبعت في قد ايه؟ لوج 8 كام؟ بز 2 3. فتخيل الرسالة كان السايز بتاعها 8 بت، خليت السايز بتاعها ايه؟ 3 بت. لو كان 64 هتبقى كام؟ 6. لو كان 32 هتبقى كام؟ 5. فانت بتعمل حاجتين، بتشفر الرسالة من نوع كسكيورتي، وكمان بتقلل السايز، بتعمل كومبريس او بتضغط الرسالة بتاعتك، بتقلل عدد البت. ده بنسميه مين بقى؟ بنسميه انكودر. يخش له نمبر اوف بت، مثلا لو دخل له 4 هيطلع كام؟ اللوج بتاعهم كام؟ لوج 2، هيطلع لي 2 بت. ده بنسميه ايه؟ انكودر. 4 في 2. طيب ده الانكودر، شفرت الرسالة بتاعتي. مين بقى اللي هيفك التشفير ده؟ عندي حاجة تانية اسمها ديكودر، هياخد اكيد الانبوت اللي هو جاي لي اكس واي، اللي هما 00 01 10 11، وهيفك لي الرسالة اللي هي كانت عبارة عن 4 بت، دي 2، دي 3. فبيعمل العكس، كان داخل لي 2 هيطلع لي 2 باور 2، داخل لي ان هيطلع لي 2 باور ان. ده بنسميه ايه بقى؟ ده بنسميه ديكودر. فهنا 00 يبقى مين اللي هيشتغل؟ دي 0 يبقى 0 0 0، 0 1 يبقى 1 هو اللي هيشتغل، يبقى 0 1 0 0، 1 0 دي يعني 2، يعني 2 هي اللي هتشتغل، 1 1 يعني 3، يعني 3 هي اللي هتشتغل. تمام، ده بنسميه ايه بقى يا شباب؟ بنسميه ديكودر. برضو في الديكودر هنحط حاجة اسمها انيبل. الانيبل ده طالما هو بواحد فالدايرة بتاعتي شغالة، كأنها تخيل كأن ده تلفزيون، طالما الزرار بتاع التلفزيون مفتوح
باور اون فانت تقدر تشغله عادي. طب لو كان الباور اوف بزيرو وانت عمال تدوس على الريموت، مهما طالما التلفزيون مقفول وانت عمال تدوس مهما كان الانبوت، التلفزيون هيفضل ماله دايما ايه، مطفي. بيديني يعني ايه مطفي؟ يعني زيرو 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 زيرو. فالانيبل تاني كانه زرار الباور، طالما هو مقفول ومهما كان الانبوت اللي داخل، دونت كير، مهما كان الانبوت، الاوتبوت بتاعه على طول كام؟ زيرو زيرو زيرو. ده بنسميه ايه يا شباب؟ بنسميه ديكودر. دي طبعا بنرسمه ازاي؟ بلوك دايجرام، بنرسمه كده، بيقول عندي ديكودر مثلا داخل لي 2 فيطلع لي كام؟ 4. فده بنسميه 2 في 4 ديكودر. لو كان مثلا 3 فيطلع لي 3 في 8 ايه؟ ديكودر. 8 بنكتبها كده، نقول هنا ايه؟ 3 ام. طبعا بيبقى تحت بيبقى مين؟ هنا الانيبل، وهنا ايه؟ الانيبل. تمام. فدي كانت بس ايه، ريفرش سريع كده على الانكودر والايه ديكودر. طبعا في بريوريتي انكودر وفي مالتيبلكسر، واحنا بنحل الاسئله هنعمل عليها ايه؟ ريفيش. تعال نشوف اول سؤال، بيقول لي ايه درو ذا لوجيك دياجرام لاتنين اتنين في اربعه لاين ديكودر يوزنج نور جيتس اونلي ومره باتنين جيتس اونلي. هنا بيقول لي عاوز ارسم بقى الديكودر بتاعي، مش بلوك دياجرام، عاوز يرسمه بالسيركت عاديه خالص بالناند او بالنور. فتعالوا نعمل اول حاجه بالناند، تعالوا نعمله مرة بالناند وبعدين نعمله مرة بالنور. تعالوا نعمله بالناند الأول، هقول لكم ليه، وبعدين نعمله بالإيه؟ بالنور. تعالوا نعمل الترو ستيبل اللي احنا كنا عاملين من شوية لمين؟ للديكودر. فده 2 في 4 يعني عندي 2 input x y، والأول بتاعي دي 0 دي 1 دي 2 دي 3. قلنا ويبقى عندي كمان حاجة اسمها إنيبل، ده بقى الترو ستيبل بتاعنا. هنا أدي 0 0 0 1 1 0 1 1، فده هيدينا 1 0 0 0، وده هيدينا 0 1 0 0، وده هيدينا 0 0 1 0، وده هيدينا 0001. وهنا الانيبل بتاعنا طالما هو بواحد فالدايره شغاله، لكن لما يكون بزيرو بغض النظر الانبوت كان ايه، الدايره بتاعتي مطفيه مش شغاله. تعالى بقى كانها مساله عاديه، تعالى نجيب الفانكشن بتاع دي 0 والفانكشن بتاع دي 1 والفانكشن بتاع دي 2 والفانكشن بتاع دي 3. دي 1 بيدينا واحد امتى؟ عند اكس داش واي داش و اي، يبقى اي اكس داش واي داش. دي 1 عندي اي اكس داش واي، دي 3 عندي اي اكس واي داش، دي 3 عند اي اكس واي اي اكس واي. حبيت ارسمه بالاند عاديه خالص، احنا لسه لغايه دلوقتي لا عملنا ناند ولا عملنا اي حاجه. هنعمل ايه؟ ادي اول واحدة داخل عندي 4 اند، فداخل هنا اكس داش واي داش، وهنا داخل اكس داش واي، وهنا داخل اكس واي داش، هنا داخل اكس، وهنا داخل واي، والاي داخل عليهم ايه؟ كله. هنا داخل اي، هنا داخل اي، وهنا داخل اي اي. ده كده هيدينا دي 0، ده هيدينا دي 1، ده هيدينا دي 2، ده هيدينا دي 3. ده بنسميه، ده كنا بنسميه ايه في شابتر 2؟ كنا بنسميه من ترم، من اي ترم. ده كنا هنقول عليه ام 0، ده ام 1، ده ام 2، وده ام ايه 3. فكده اقدر استفيد من لو عندي ديكودر بقى اي سي هاي بقى اسمها ديكودر 2 في 4، فده بيطلع لي ايه من ترم ام 0 ام 1 ام 2 ام 3. فاقدر استخدم الديكودر از من ترم
generator. افتكروا الجزئية دي عشان نحتاجها بعدين. دلوقتي نرجع للمسألة بتاعتنا، ادي رسمنا الديكودر بتاعنا بالاند. هنا بيقول لي بقى ان عاوز مرة ترسمها بالنور ومرة بالناند. تعالوا حبيت نرسمها بالناند، لو حطيت هنا الناند عبارة بس احط نط هنا نط هنا نط هنا نط هنا، بس ايه المشكلة لو حطيت نط هنا؟ هيطلع لي مالها؟ هيطلع لي دي زيرو داش، هيطلع لي هنا دي زيرو داش، دي واحد داش، دي اتنين داش، دي تلاتة داش، لكن أنا عاوز مين؟ دي زيرو، فإيه اللي هزوده هنا كمان؟ أزود نوت، أزود إيه؟ أزود نوت، تمام؟ جميل جدا لغاية كده. تعالوا بقى نحلها مرة بالنور، نحلها بالنور، نحلها بالنور إزاي؟ هنلاحظ هنا دي زيرو داخلها مين؟ اي اكس داش واي داش، يبقى هنا دي زيرو ومحتاج دي واحد، محتاج دي اتنين، محتاج مين كمان؟ دي تلاتة. دي زيرو تعالوا نكتبها بالديمورجان لو، لو كتبناها بالديمورجان لو هيبقى اي بلس اكس بلس واي ايكولي داش، صح؟ ادي لو وزعت الداش يطلع لي اي، هيطلع لي يبقى هنا برضه يبقى لازم هنا اي داش، يبقى e and x dash and y dash. طب دي واحد هتطلع لي ايه؟ هيطلع لي e dash plus x plus e plus y dash equal dash. دي اتنين هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي e dash plus x plus هنا بلس اكس داش بلس واي، دي تلاتة هيبقى اي داش بلس اكس داش بلس واي داش كل دي داش. تعالوا بقى لو حبينا نرسمها هيبقى عندي اربع نور، وادي النور التانية، وادي النور التالتة، وادي النور الرابعة. أول واحد داخل لها مين؟ داخل لها إكس واي، داخل لها تاني واحد إكس واي داش، وبعدين إكس داش واي، وآخر واحدة إكس داش واي داش، وكلهم داخل عليهم مين؟ اي داش. ده يبقى دي زيرو دي واحد دي اتنين دي تلاتة. يبقى تاني كل اللي عملناه ايه؟ ادي لما حبيت ارسمها بالناند رسمتها بالاند عادية، وحطيت بس نوب، حطيت بدل الاند ناند، بس المشكلة لو حطيت ناند بس كان بيطلع لي دي اي كومبلمنت، دي زيرو كومبلمنت، بيطلع لي المين تيرم ايه؟ الكومبلمنت بتاع المين تيرم. عشان ارجعه للفورمات الاصلي عملت ايه تاني؟ حطيت نوت عشان تضيع الايه؟ تضيع الكومبلمنت الزيادة. بالنسبة لحبيت ارسمها بالنور، طبعا النور بيبقى داخل عليها حاجات ايه؟ بينهم اور، فازاي احول الاند لاور؟ عملت الـ A بالدي مورجان لو، مثلا كان دي E X داش Y داش، بالدي مورجان لو تبقى E داش أورينج X أورينج Y إيكول داش، ودخلتهم على نور. تعالوا نشوف السؤال اللي بعديه. هنا بيقول لي عاوز أعمل ديكودر 4 في 16 باستخدام 5 اتنين في اربعة لاين ديكودر. يبقى تاني عاوز يعمل ديكودر كبير باستخدام ديكودر ايه صغير. عاوز اعمل ديكودر اربعة في ستاشر، يعني داخل اربعة انبوت سميهم اي بي سي دي، وهيطلع لي ايه؟ ستاشر اوتبوت. يبقى لي انيبل باستخدام خمسة فايف اتنين في اربعة ديكودر. طب نعملها ازاي دي؟ هو ادي الخمسة، ادي واحد اتنين تلاتة، وادي الرابع ده عبارة عن ايه؟ اتنين في اربعة
اتنين في أربعة ديكودر طبعا، ديكودر اتنين في أربعة ديكودر، اتنين في أربعة ايه ديكودر. كل واحد هيبقى ليه انيبل، انيبل هنا، انيبل هنا، ايه انيبل. ده بيديني أربعة أوت، ده بيديني أربعة، ده بيديني أربعة، ده بيديني أربعة. مجموعهم كام دول كده؟ 16 أوت لو نلاحظ، اللي هم دول. وكل واحد ليه كام انبوت؟ اتنين انبوت. تعالوا هنا ادي اتنين 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 اتنين، وهيبقى عندي ديكود الرابع اللي هو اتنين في اربعة لاتنين انبوت واربعة ايه اوت. بص بقى هنعمل ايه هنا، التريكة هنا هناخد كل اوت من الديكودر ده يبقى انيبل لكل ديكودر. كأنك عملت ايه بالظبط؟ ومن هنا نقول اي بي سي دي سي دي سي دي سي دي. كأنك عملت ايه بالظبط؟ لما يخش لي هنا قيمة اي و بي زيرو زيرو، مين اللي هيشتغل؟ رقم زيرو. فالديكودر من دولت مين الأربعة دولت اللي هيشتغل؟ الديكودر ده. تمام؟ دخلي زيرو وان، مين من الديكودر زي دي هتشتغل؟ الديكودر التاني. لو كان وان زيرو مين اللي هيشتغل؟ الديكودر التالت. لو كان وان وان مين اللي هيشتغل؟ الديكودر الرابع. طبعا هي كده حل المسألة خلص. بس طب لو حبيت بقى نعرف يعني نتخيلها أكتر، كده حل المسألة زي ما قلت خلص. لو كان ده كان عبارة عن إيه؟ أدي الديكودر أربعة في إيه في 16، فكان المفروض هيبقى عندي أربعة إنبوت، وكم أوت من دي زيرو دي واحد دي اتنين دي تلاتة لغاية دي كام؟ دي 15. وده هيبقى عندي طبعا هنا 8 أصفار، 8 وحايد. زي ما قلنا ده بس شرح مش حل الايه المسألة. المسألة خلاص خلصت حلها فوق، كانت هي عبارة عن الرسمة بس. بس هنا ببدأ ايه اشرح ليه انا عملت الكلام ده. وده كان هيبقى عبارة عن ايه؟ ده بوان، والباقي كله بايه؟ بزيروز. ده كان هيبقى بزيرو وان زيرو 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 وان زيرو وهكذا. تلاحظ لو قسمنا التروث تيبل ده لأربع أجزاء، أدي الجزء الأول، الجزء التاني، الجزء التالت، ودي الجزء الرابع. كنا هنلاحظ ايه؟ ان لما يكون الايه قيمتهم زيرو زيرو، ده كأنه ايه بالظبط؟ كأنه ديكودر هيشتغل من اول ايه سي دي، فده الاربعة اوت بتوع الديكودر الاولاني. بعدين من دي اربعة لدي خمسة ستة سبعة لغاية دي سبعة يبقى الديكودر التاني، ومن دي تمانية دي تسعة عشرة حداشر يبقى الديكودر التالت، ومن عشرة لغاية خمستاشر الديكودر الرابع. فكأني قسمته بالظبط لأربعة ديكودر صغيرين. أدي الديكودر الأول لما يكون زيرو زيرو، ودوت الأربعة إنبوت مين اللي هيشتغل؟ دي زيرو دي واحد دي اتنين ودي تلاتة. لما يكون ده بواحد مين اللي هيشتغل؟ من أول دي أربعة لغاية دي سبعة. لما يكون الإنبوت وان وزيرو مين هيشتغل؟ من أول دي تمانية لغاية دي حداشر. لما يكون الإنبوت وان وان مين اللي هيشتغل؟ من أول دي اتناشر لغاية دي خمستاشر. فهنلاحظ ايه هنا؟ نلاحظ ان اي وبي ثابتين في اول اربعة، وثابتين في تاني اربعة، وثابتين في تالت اربعة، وثابتين في رابع ديكودر. عشان كده اخترت اي وبي يكون هما الانيبل، عشان هي الفاليو بتاعتهم مالها ثابتة في الديكودر. فتعالوا نعمل تريس هنا مثلا. فلو كان داخل الانبوت زيرو زيرو، يبقى مين اللي هيشتغل؟ الجزء الاولاني. ولو كان داخل 1 على سي دي بقى 1 0، طبعا هنا بيبقى ليها كل من 0 1 2 3، وهنا كان هيبقى 4 5 6 7، وهنا كان هيبقى 8 9 10 11، وهنا 12 13 14 15. فلو كان داخل 0 0 مين اللي هيشتغل؟ الديكودر الاولاني. كان 1 0 1 0 يعني كام؟ يعني 2، فكان 2 هي اللي هتشتغل.
طب افرض كان داخل 1 1 1 1 يعني كام؟ يعني 3. يبقى الديكودر مين فيهم اللي هيشتغل؟ ديكودر رقم 3، يبقى الديكودر ده اللي هيشتغل. وكان داخل على سي دي مثلا 1 1 1 1 يعني مين اللي هيشتغل؟ الديكودر الرابع. يبقى 1 1 1 1 يعني كام؟ 15. تمام، يا رب تكون ايه المقفية اسطمبة ثابتة. كل اللي عملناه حطينا الديكودر الصغيرين، وبعدين اخترت الديكودر تاني يبقى انيبل عشان يتحكم فيهم، وده حل المسألة. لكن ده كان بس ايه شرح بس. هنا بقى بيقول نفس القصة، بيقول عاوز اعمل ديكودر 5 في 32 باستخدام 4 3 في 8 1 2 في 4. فتعالوا نعملها كده، يبقى محتاجين نعمل ديكودر 5 في 32 باستخدام 4 3 في 8. ماشي، ادي 1 3 في 8 ديكودر، وادي التاني، وادي التالت، وادي الرابع. طبعا قلنا كل واحد ليه ايه انيبل، ده هيبقى ليه 8 اوت 8 اوت 8 اوت 8 اوت. وقال لي كمان نستخدم ديكودر كام؟ قال لي استخدم 4 3 في 8، ادي 4 3 في 8، وديكودر وواحد ويز انيبل اند 2 في 4 لاين ديكودر، وعاوز كمان ايه ديكودر 2 في 4. يبقى على خلاص عرفنا هنستخدم ديكودر 2 في 4 في ايه، كأن كل واحد هيبقى ايه هنا، هيبقى انيبل للتاني. ده عملنا في المسألة اللي قبليه، وهنا 3 هيبقى، وهنا يبقى 2 input، وهنا 3 input، 3 input، 3 input، 3 input. قلنا بقى طب بنكتب الكاركتر هنا على أساس إيه؟ على أساس الألفابيت. فأنت لو مسميهم A B C D E يبقى نبتدي من الشمال A B C D E C D E C D E C D E بس كده. المسألة دي كده ايه خلصت. تعالوا بقى المسألة، مسألة برضو مهمة هي رقم 4 28. بيقول لي using decoder and external gate. external gates يعني and or not. design a combinational circuit defined by the following 3 boolean expression. تعالوا نحل واحدة فيهم، ممكن نحل الاثنين مش مشكلة. تعالوا نحل ايه، فاكرين احنا قلنا ايه في الديكودر فوق؟ قلنا الديكودر بيطلع لي يعني مثلا كان عندي ديكودر 2 في 4، فكان بيطلع لي ايه 4 من ترم. في حد فاكرهم؟ كان اكس داش واي داش اكس داش واي واكس واي داش واكس اي واي. قلنا دول كنا بنسميهم ايه؟ بنسميهم من ترمز. وقلنا كده عن الديكودر لو عندي ايساية واحدة، ايساية واحدة يعني ديكودر بقى واحد، اقدر اعمل بيه امبلمنت بدل ما استخدم بقى اند واور ونوت. لا ده هي بايه، بسيركت واحدة ايساية واحدة اقدر اعمل بيه اخرج بيهم الاربعة من ترم دولت. فمثلا لو كان عندي بقول لك عاوز اعمل اكس واي بلس اكس داش واي داش بلس اكس داش واي، فبدل ما ارسم اند 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 وادخلهم على الاور، طب انا عندي هي سيركت واحده اللي هي 2 في 4 بتعمل لي ايه جنريت للايه الاربعه من الترم دولت. اول واحده هنا قلنا اكس داش واي داش، هنا اكس داش واي، اكس واي داش، اكس اي واي. انا عاوز اعمل ايه؟ اكس واي وادي اكس داش واكس، فين اكس داش ده؟ واي داش اهي، ومحتاج من تاني اكس واي اهي، ومحتاج من تاني اكس داش واي اهي، ادخلهم الثلاثه على مين؟ على اور. فكده دي الفانكشن بتاعتي رسمتها بأي ساية واحدة وبأور واحدة، خدت السلكة من كل مخرج ووصلتهم على ايه
على الاور. طب السلكه اكس واي داش مش محتاجه، مش هستخدمها، فايه بعملها اجنور خلاص، مكان فاضي بنايه فاضيه مش بستخدم بس مين الثلاثه حسب الايه الفانكشن بتاعتي. يبقى اهم استخدام للديكودر اللي انا قدرت اعمل ايه، لو عمل لي سمبليفيكيشن في الديزاين، اللي هي في سيركت واحده اللي هي الديكودر، قدرت اعمل بيها ايه رسمت الرسمه دي او عملت امبلمنتيشن للدايره دي. فهو نفس القصه طالب منك كده، مديك شويه فانكشن بيقول لك اعملها لي باستخدام مين الديكودر اكسترنال جيت. تعالوا الاول خلي بالك بقى، نقرا برضو في المساله هنا بيقول لي استخدم ديكودر واحد بس ما قاليش السايز بتاعه كام. هعرف السايز بتاعه منين؟ هنا اكس واي وزد، يعني عندي كام فاريبل، 3 فاريبل، يعني الانبوت بتوعي 3 انبوت، يبقى انا محتاج ديكودر كام في كام؟ طالما 3 انبوت اكس واي وزد يبقى محتاج كام، او طالما داخل لي 3 هيطلع لي كام؟ 2 باور ان، مظبوط 3 في 8 ديكودر، قلنا طالما داخل لي 3 هيطلع لي 3 في 2 باور ايه 3 ان في 2 باور ان، يطلع لي ويبقى عندي 8 مخارج 4 5 6 ايه 7. وهنرسم جوه الفانكشن دي، ممكن انت تعرفها. خلي بالك قال لي ايه، خلي بالك ديكودر واحد. تعال نشوف اف واحد فين هنا واف اتنين فين هنا واف تلاتة فين هنا. تعالوا نمسك اف واحد. اف واحد فاكرين ده كده اكس داش، اللي هو عبارة عن اكس داش واي زد داش بلس اكس زد، اللي هي عبارة عن مين اكس واي زد بلس اكس واي داش زد. ده اللي هو يعتبر مين يا شباب؟ صفر وان صفر، ده 1 1 1 وده 1 0 1. يبقى اف داش عبارة عن summation of مين؟ 2 و 7 وكام وكمان و 5. هتيجي تعمل هنا عندي 2 و 7 وايه و 5، ادي 2 وادي 5 وادي 7 كلهم داخلين على ايه؟ على اور. ده يبقى مين اف واحد. طيب تعالوا نشوف اف اتنين. اف اتنين اعملها ديكودر تاني؟ لا خلي بالك قال لي ديكودر، يعني استخدم ديكودر واحد. فاف اتنين بقى هتبقى، تعالوا نشوف اف اتنين. اف اتنين عبارة عن اكس واي داش زد داش بلس اكس داش واي. اكس داش واي يعني اسمها مين؟ اكس داش واي زد واكس داش واي زد داش. فنكتب هنا تبقى ده 1 0 0 ده 0 1 1 وده ايه 0 1 0. فيبقى ده عبارة عن summation of مين؟ ده كام كده؟ دي 2 ده 3 ده كام؟ 4. يبقى اف 2 عبارة عن 2 و 3 و 4، ادي 2 وادي 3 وادي 4. دي تبقى اف اي 2. تعالوا نشوف اف 3. اف 3 عبارة عن ايه؟ عبارة عن اكس داش واي داش زد داش بلس اكس واي اللي ناقص اكس واي بلس اكس واي زد داش. ده عبارة عن مين؟ 0 0 0 ده 1 1 1 1 1 اي 0. يبقى اف 3 عبارة عن summation of مين؟ 0 و 7 وكام؟ و 6. يبقى 0 ادي 0 و 6 ومين كمان و7. كلهم دخلنا على مين؟ على اور. ويبقى ده مين؟ اف اي اف 3. تمام كده يا شباب؟ تمام. تعالوا بقى نحل مين؟ تعالوا نحل بي. تعالوا بقى نحل بي. بي نفس القصة، هستخدم ديكودر واكسترنال جيتس. تعالوا نشوف هنستخدم ديكودر كام في كام. ادي واي اكس زد، يبقى 3 فاريبل، يبقى نفس القصة. انا بعيدها تاني
يعني بعيد الرسم تاني عشان القصة تثبت في ايه، في دماغه. يبقى استخدم ديكودر كام في كام؟ مظبوط 3 في 8. عرفت منين 3 في 8؟ عشان الانبوت بتوعي كام؟ 3. يبقى دي اكس واي زد، يبقى 3 في 8 ديكودر، وعندي كام مخرج؟ 8. 0 2 3 4 5 6 7. ادي اف. الاف عبارة عن ايه؟ تعالوا نفكها. عبارة عن واي داش زد بلس اكس زد. دي اللي هي عبارة عن ايه اصلا؟ عبارة عن تمام اكس واي داش زد بلس اكس داش واي داش زد بلس اكس واي زد بلس اكس واي داش اي زد. في اكس واي داش زد مكرر مرتين، فهن ايه هنشيل واحدة فيهم، فدي هتبقى عبارة عن ايه؟ ده اللي هو عبارة عن 101، ده 001، ده 111. يبقى عبارة عن summation of كام؟ 5، ودي 1 وكام و7. يبقى عندي 1 و5 و7، هيبقى مين؟ F1. تعالوا نعمل F2. F2 هتبقى عبارة عن واي داش زد داش، يعني ناقصها مين؟ اكس واي داش زد داش اكس واي داش زد داش بلس اكس داش واي داش زد داش بلس دي مين؟ اكس داش واي زد بلس اكس داش واي زد داش بلس اكس واي زد داش اكس واي زد داش بلس اكس داش واي زد داش. هل في حاجة مكررة هنا؟ اكس داش واي زد داش مكررة اهي، اكس واي زد داش هل موجودة قبل كده؟ لا مش موجودة. يبقى عندي مين؟ عندي 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1. يبقى F2 عبارة عن summation of مين؟ 1 و0 و3 و2 و5. 0 و1 و3 2 و3 وكم كمان؟ و5. كلهم داخلين على ايه؟ مظبوط على اور. فده يبقى اف ايه؟ اف 2. تعال نشوف اخر واحدة اف 3. نرجع تاني لحلقة المسألة، تعالوا نعمل اف 3. فاف 3 هتبقى عبارة عن فك كوسين، يبقى اكس زد واي زد، دي ناقص اكس واي زد، اكس واي داش زد، اكس واي زد، اكس داش واي زد. هل في حاجة مكررة؟ عندي اكس ايه واي زد مكررة مرتين، ده عبارة عن 1 1، وده 1 0 1، وده 0 1 1. يبقى summation of 7 و5 و6. ادي 6 وادي 7، فاضل كام مين؟ وادي 5 معايا، والتلاتة داخلين على مين؟ على اور. يبقى ده مين؟ اف اي اف 3. تعالوا نكمل مسألة رقم 427، نفس القصة. بيقول لي design a combinational circuit ليه التلاتة فانكشن دول. بس هنا بقى نلاحظ ايه؟ بيقول implement the circuit with a decoder constructed with NAND gates. مش نفس الديكودر اللي احنا عملناه في اول مسألة، لا ده بيقول لي بأني ديكودر، ديكودر الموجود في فيجر 4 19. تعال نشوف فيجر 4 19. ادي فيجر 4 19. خلي بالكم هنا بقى في التروث تيبل ده هو عمل ايه؟
بعمل العكس. كان المفروض في الديكودر بتاعنا الطبيعي كان بيديني 0 0، هدينا 1 والباقي كله ايه اصفار. لا، هنا الديكودر ده بيعمل كومبلمنت للمينتر، بيعمل كومبلمنت لمين؟ للمينتر. بدل ما يخش لي 0 0 0 ويطلع لي 1، لا بيطلع لي 0 والباقي كله 1، تمام؟ عكس التاني. فالمفروض ده بيدينا دي 0 داش، دي 1 داش، دي 2 داش، دي 3 ايه داش، لكن مش بيدينا المين تيرم في الحالة الطبيعية بتاعته، تمام؟ زي ما احنا عملنا في المسألة، رحنا عملنا ايه، حطينا زودنا نقطة في الآخر عشان يدينا ايه، يدينا 1 والباقي كله صفار. فعشان كده لما تيجي ترسم بقى الديكودر ده، خلي بالك هو مش بيديك المين تيرم على طول، ده بيديك الكومبلمنت، الكومبلمنت بيديك الكومبلمنت بتاع المين تيرم. لما هتيجي ترسمه، نرسمه كبلوك دايجرام، ترسمه كده، ادي ديكودر الاول. هستنى ديكودر كام في كام؟ ده 1 3، يعني 3 انبوت اي بي سي، يعني ديكودر 3 في 8، ادي 0 1 2 3 4 5 6 7. ايه اللي بيفرق عن الديكودر التاني؟ اللي هنا بيطالع نوت، يعني المين تيرم طالع معمول له ايه؟ كومبليمنت، تمام؟ هنا بقى بيقول استخدم الناند او الاند جيتس، يعني انت اما تستخدم الناند او الايه الاند او تستخدم الاثنين. تعالوا حبينا نستخدم الناند، تعالوا هنا عندي اف واحد داخلها مين؟ 1 و4 ومين كمان؟ وست. بس دول بقى عشان نطير بقى قبل ما نشوف الرسمة دي، تعال نشوف الناند. الناند مرسمها ازاي؟ الناند مرسمها اند وبعدها نوت. لو كان داخل اكس واي هطلع لي اكس واي كل داش. او برسمها ازاي؟ برسمها اور وقبليها 2 نوت، هيطلع لي اكس داش اورينج واي داش، اللي هي تعتبر دي مورجان لو، اكس واي اكس اند اي واي. فالناند ليها تو فورم، الشكل ده او الشكل ده، عباره عن اند وبعديها نوت، او 2 نوت وبعديها ايه، بعديها اور. النور بقى بنرسمها ازاي؟ برضو ليها شكلين، يا اما نور وبعديها نوت، او اند وقبليها 2 نوت. فدي بنسميها نور ودي بنسميها نور. يعني لو كان داخل اكس واي هنا يطلع لي ايه هنا؟ اكس اورنج واي الكل داش. طب لو كان هنا يطلع لي ايه؟ ادي اكس وادي واي، هيطلع لي ايه هنا؟ يطلع لي اكس داش اورنج اندنج قصدي واي داش، اللي هي تطور دي مورجان لو مين؟ اكس اورنج واي الكل ايه؟ الكل داش. فنرجع تاني للمسألة بتاعتنا. يبقى قلنا الناند دي ديكودر ده اللي معمول في فيجر 4.19 بيطلع لي المين تيرم كومبلمنت، يعني بيطلع لي دي داش، دي 0 داش، دي 1 داش. فعشان نرسمها بالناند هنعمل ايه؟ هنلاقي اف 1 دخل طلع على مين؟ 1 و4 و6. فكأنك كنت بترسم الرسمة عادية خالص، اللي هو طالعين وكلهم داخلين على اور. وده تبقى مين؟ اف واحد. بس هنزود ايه بس هنا؟ هنزود نقطة. وقلنا ده الشكل ده اسمه ايه؟ ناند، مش نور، نور بالشكل ده. طيب تعالوا نشوف اف اتنين، اف اتنين تلاتة ومين؟ وخمسة. ادي 3 وادي 5 داخلين على اور. بس ايه كل اللي هزوده؟ هزود ايه بس ايه؟ اند ودي اف ايه؟ اف 2. تعال نشوف اف 3، اف 3 2 و4 و6 و7، 2 و4 و6 و7 كلهم ادي على اور. بس هنزود عليها ايه؟ هنزود نوت، ده يبقى مين؟ اف ايه؟ اف 3. يبقى كل عملناه ايه بس؟ عملنا ايه؟ ادي الاو، رسمنا الناند
رسمنا الناند بشكل ايه؟ بشكل الاور. هي لو ركبنا رسمنا الناند دي، يعني رسمت الناند دي، هي ايه؟ هي دي. بس تسهيلا ليك، كأنك بتعمل ايه بالظبط؟ ترسم الرسمة عادية خالص، بس بتزود هنا بابل وهنا ايه؟ بابلز. بس كده. نكمل بقى بقية الشيت، نخش على سؤال 429. بيقول لي هنا ايه؟ design for input priority encoder with input as a table 4-8. بس المرة دي مش عارف دي 0 having the highest priority and دي 3 the lowest priority. تعالوا الأول نشوف الانكودر. زي ما قلنا في أول السكشن، قلنا لو كان داخل لي هنا 1 0 0 0، فطالما دي 0 عندها 1 فهيدينا ايه؟ 0 0. تمام. طب افرض كان داخل لي 1 1، يعني عند دي 0 1 وعند دي 1، عند دي 1 داخل 1، يا ترى مين اللي هيشتغل؟ هيطلع لي 0 0 ولا هيطلع لي 0 1؟ فطبعا دي مشكله. عشان نحل المشكله دي قال لك ايه؟ نعمل حاجه اسمها بريوريتي انكودر. حسب البريوريتي، هل الرقم الكبير هيبقى ليه البريوريتي الاعلى، ولا الرقم الصغير ليه البريوريتي الاعلى، حسب الديزاين اللي هيطلبه منك في المساله. فهو مثلا في المساله دي بيقول لي ان الدي 0 having the highest priority، يبقى لو جالي 1 1 مين الرساله هتطلع؟ هيطلع 0 0. ليه؟ لان دي 0 صاحبه البريوريتي الايه؟ الاعلى. تمام. حتى لو كان جاي لي 1 1 1 1 في كلهم 1، بس طالما عندي دي 0 فيها 1 بغض النظر عن الباقي هي صاحبه البريوريتي الاعلى، فهيدينا 0 0. فاحنا عاوزين نعمل السيركت دي، فبنعملها ازاي؟ بقول طالما عندي دي 0 جاي لي 1 بغض النظر جاي لي ايه في الباقي، دونت كير حتى لو كلهم 1، بس طالما عندي دي 0 1 يدينا ايه؟ هيدينا 0، يعني 0 0. طيب دي 1 هنقولها ازاي؟ هنقول طالما جاي لي 0 1 وبغض النظر ايه الباقي، دي 1 اللي هيشتغل، يعني هيدينا 0 1. لو كان جاي لي 0 0 1 لازم الفورمات ده وبغض النظر ايه الباقي اللي هيشتغل، دي 2 يبقى 1 0. ولو جاي لي 0 0 0 1 مين اللي هيشتغل بقى في الحاله دي؟ دي 3. تمام. برضو في البريوريتي انكودر بيزود فاريبل اسمه في، ده عشان الفاليديشن او الفاليديشن. بيقول لي المسج اللي جايه دي valid ولا not valid. يعني ايه؟ عشان تبقى المسج دي valid لازم على الاقل يكون at least فيها 1، على الاقل فيها 1 ايه؟ 1 في المسج. لكن لو كلها 0 كلها 0 كده يبقى ايه؟ يبقى not valid. هنقولها ازاي؟ هنقولها اكس. يا ترى لما يجي لي 0 0 0 0 مين اللي هيشتغل؟ ما نعرفش، هو انا عندي هو 0 1 2 و3 فلازم يجي لي 1 في الرساله. طب لو كلهم 0 مين اللي هيشتغل؟ فبقول له دونت كير. يبقى طالما المسج فيها 1 يبقى الرساله دي valid، نحط 1. لكن لو كل الرساله 0 0 0 يبقى invalid، فبنحط ايه؟ 0. المطلوب بقى منك دلوقتي ان عندك تروث تيبل وعندك 3 اوت اكس واي وفي، ومحتاج تعمل ايه؟ تعمل تديزاين. فهتجيب الفانكشن بتاعت اكس والفانكشن بتاعت واي والفانكشن بتاعت في. طب هنعمل التروث تيبل بتاعنا ازاي؟ هنعمل بقى كي ماب كام في كام بقى؟ خلي بالك هنا الانبوت كام؟ 4. يبقى هعمل تروث تيبل كام في كام؟ 4 في 4. طب عشان لاحظ ان الناس كتير في الكويز ما كانتش عارفه تكتب تكتب الكي ماب، فهنكتبها تاني هنا. طبعا الانبوت بقى عندي مين؟ دي 3 ودي 2، يعني خدها من الشمال لليمين كده، ودي 1 ودي ايه؟ 0. وهنا يبقى 0 0 0 1 1 1 1 ايه؟ 0 0 0 0 1 1 1 1 0. والترتيب بتاعنا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16 15. تعالوا نعمل معادلة الفي. هنلاحظ هنا ايه؟ هنلاحظ ان في كل 1 ما عدا عند مين؟ عند 0 0 0 فيها كام 0، لكن بقيه التيبل بتاع كل ب 1. فيا ترى اشتغل على الوقت. طب معناها اكس يعني معناها ايه؟ معناها ايه؟ معنى ان 0 1 1 1 معنى ان التيبل بتاعي فيه 0، ان عند 0 0 0 0 بيديني اوت 0، لكن باقي التروس تيبل بتاعي كله ايه؟ كله 1. يبقى هنا 1 1 1 1 فهي يا ترى هل بقى ابدا اسلكت اشتغل على الونز ولا اشتغل على الزيرو؟ طبعا لو اشتغلت على الون هضطر اخد ايه؟ الاسهل بقى اشتغل على الونز ولا اشتغل على الزيرو؟ زي السؤال اللي في الكويز، كان هي دي التريكه اللي في الكويز. عندك هنا الون هتاخد بقى التمانية دولت مع بعض، التمانية دولت مع بعض، وبعدين هيتبقى لك مين؟ هتاخد ال بعدين تاخد التمانية دولت مع بعض، وبعدين التمانية دولت مع بعض، كلها هتبقى تمانيات، مش هتاخد أربعات واتنينات. فبدل ما تقعد تلف اللفة دي كلها، يعني تاني كنت هتاخد التمانية دولت، التمانية دولت، والأربعة دول هتاخد التمانية دولت، طب وده؟ ما أنا هاخد التمانية دولت، طب ده آخده لوحده؟ طب ما آخده مع التمانية دولت كله. يبقى هاخد كله هيبقى ايه؟ شغل تمنيات. طب الاسهل ايه بقى؟ طب بدل ما اقعد اسلكت والخبط نفسي واعمل، طب انا عندي زيرو، انا ممكن اشتغل على 1 ممكن اشتغل على زيرو، طب ما انا اشتغل على الزيرو على طول. يبقى انت عندك في المساله بتاعتك، طالما انت بتعمل ديزاين ما قلتلكش طلع مين تيرم ماكس تيرم، فانت براحتك، عايز تشتغل على الونز اشتغل، عايز تشتغل على الزيرو اشتغل. طب ايه الاسهل؟ اشتغل على كل الونز دي ولا اشتغل على الزيرو اسهل؟ يبقى بالتاكيد اشتغل على الزيرو اسهل. فاشتغل على الزيرو هيدينا مين؟ مظبوط، هيديني 3 هنا 0 0 0 0 ماكس ترم، يعني ايه؟ يعني دي 3 بلس دي 2 بلس دي 1 بلس دي 0. يبقى معادلة ال V هتبقى دي 3 بلس دي 2 بلس دي 1 بلس دي 0. أو واحد تاني كان ممكن يعمل يجيبها دي 3 دي 2 داش دي 1 داش دي 0 داش، وبعدين يعمل الكومبلمنت فيطلع له نفس الايه؟ نفس الشكل ده. تمام؟ فدي كده يبقى معادلة مين؟ معادلة الفي. يبقى تاني لو انت عندك في الديزاين بتاعك عندك عدد الونز، عندك ونز وزيرو، شوف مين اللي عددهم اقل واشتغل عليه. فانا عندي هنا زيرو واحدة، فاشتغل على الزيرو اسهل بدل ما اشتغل على الونز. تعالوا نخش بقى بعديها، نخش على مين؟ نخش على مثلا تعالوا نشتغل على الاكس وبعدين نجي معادلة الواي. تعالوا بقى نجيب معادلة الاكس. هنشوف الاكس عندي وانز عند مين؟ عندي اكس 1 0 0. يعني ايه اكس؟ اكتب هنا يعني ايه اكس. عندي 1 هنا 1 هنا. ال 1 الاولاني عند مين؟ عند 1 0 0 0. فين 1 0 0 0 هنا، وعند ال 1 التاني عند مين؟ عند اكس 1 0 0 اكس 1 0. ونلاحظ ايه كمان؟ وعندي في هنا دونت كير، ما ننساش الدونت كير. الدونت كير دي عند مين؟ عند 0 0 0 0 هنا دونت ايه كير. فاضل لي مين بس ده؟ ده عند مين بقى؟ عند اكس 1 0 0. يعني ايه اكس 1 0؟ الاكس دي كان ليها احتمالين، اما 0 يا اما ايه 1. فيبقى عند الاحتمالات بتاعتي ايه؟ 0 1 0 0 1 1 0 0. ادي 0 1 0 0 1 1 0 0 0. يبقى سيلكت مين؟ اسيلكت الاربعه دول. يبقى معادله الاكس هتبقى مين؟ تبقى دي 1 داش دي 0 داش. تعالوا نشوف تعالوا نشوف بقى معادلة الواي. الواي عندي 1 عند مين؟ عندي 1 هنا اهي، 1 هنا، وعندي دونت كير.
يبقى عندي don't care في 0 0 0، وعندي 1 تاني فين؟ عندي 1 0 0 0. فاضل بس مين؟ فاضل ال 1 اللي عندي x x 1 0. يعني ايه x x 1 0؟ دي ليها كام احتمال؟ 2 احتمالين، 4 احتمالين، اللي هم كانوا 0 0 او 0 1 او 1 0 او 1 1. فيبقى عندي هنا 1 0 1 0 1 0 1 0. فين بقى 0 0 1 0 0 0 1 0؟ عندي واحد هنا، وعندي 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0، وعندي 1 0 1 0 1 0 1 0، وعندي 1 1 1 0 1 1 1 0. فهاخد ايه؟ هاخد الاربعة دولت. طب ودولت؟ ممكن اخد الاربعة اللي على الاطراف، فيبقى واي معادلة واي الاربعة دولت اللي هما مين؟ دي 1 دي 0 داش اورنج مع الأربعة على الأطراف دي 2 داش مع دي 0 داش. تمام، يبقى فاضل بس ايه؟ نرسم الرسمة بتاعتنا. فهيبقى عندي أول حاجة اكس دي 1 داش ودي 0 داش، وعندي واي داخل على 2 ان، ده كده اكس جاية من دي 0 داش ودي 1 داخل لها دي 2 داش ودي 0 داش، ودي تبقى معادلة الواي. دخلنا على اور. اخر حاجة الفي عبارة عن اورينج بتوين الدي 0 والدي 1 والدي 2 والدي 3، وتبقى المسألة كده خلصت. نكمل هنا. بيقول لي ايه في سؤال 34؟ بيقول لي اعمل تروث تيبل لاوكتال تو باينري بريوريتي انكودر، بروفايد ان اوتبوت في عشان تنديكيت at least one of the input is present، يعني على الاقل واحد من الانبوت في 1. بيقول لي مين صاحب البريوريتي الاعلى؟ بيقول لي الهايست سبسكريبت، يعني هايست سبسكريبت نمبر هاز ذا هايست بريوريتي. يعني هنا السبعة ليها بريوريتي يعني الزيرو، الستة ليها بريوريتي يعني الخمسة، صاحب الرقم الكبير هو البريوريتي الأعلى. بيقول لي لو كان داخل في نفس الوقت عند 2 ودي 6 يا ترى مين نشتغل؟ من غير ما نعمل تروث تيبل، طالما مين صاحب البريوريتي الأعلى؟ دي 6، فأكيد دي 6 اللي هتشتغل. الأول هنعمل تروث تيبل كام في كام؟ طالما قال لي أوكتال تو باينري، يعني إيه أوكتال؟ أوكتال يعني 8 بت، يبقى هعمل تروث تيبل عبارة عن دي 7 دي 6 دي 5 دي 4 دي 3 دي 2 دي 1 دي 0. والاوت بتاعي هيبقى كام؟ 3 بت اكس واي وزد، ده اوكتال يعني 8 ل 3، يبقى ديكودر 8 ل 3. وطبعا هنعمل فاريبل بتاعنا اللي هو بتاع الفاليديشن اللي هو في. قال لي مين صاحب البريوريتي الاعلى؟ قال لي صاحب الرقم الاعلى السبسكريبت الاعلى هو صاحب البريوريتي الاعلى. يبقى طالما داخل لي 1 هنا وبغض النظر الباقي داخل فيه اكس داخل فيه ايه، يبقى مين اللي هيشتغل؟ دي 7. طب دي 7 اكتبها ازاي؟ طالما 7 اللي هيشتغل يبقى هيطلع هنا ايه؟ هيطلع 0 0 0. مين مكتوب هنا؟ مكتوب 7، يبقى هيقطع هنا كام؟ 1 1 1. دي 7 اللي هيشتغل، يبقى 7 بالباينري كام؟ 1 1. طب لو دي 6 0 1، وبغض النظر ايه اللي داخل في الباقي، مين اللي هيشتغل؟ الدي 6، 6 كان بالباينري 1 1 0.
طب اللي بعديه 0 0 1 بغض النظر اللي داخل في الباقي. هنا دي 5 5 الباينري. مين بعديها؟ دي 4. يبقى 1 0 0. بعديها دي 3. يبقى 0 1 1. كأنك كتبت تروث تيبل بالعكس. 0 0 0 0 0 on xx فادينا كام؟ دي 2. دي 2 اللي هي 0 1 0. بعدين 0 0. مين اللي بعديها؟ الواحد. فادينا 0 0 1. آخر حاجة لو دي 0 هو اللي شغال يبقى هيدينا 0 0 0. فاضل بس الايه؟ الفاليديشن. طالما كله فيه 1 فالفي بكام؟ الفي بواحد. يبقى واحد 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 واحد. طيب افرض ده كانت المسج كلها 0 ما فيهاش 1 خالص، يبقى الرسالة دي invalid. يبقى الاوت بتاعي يبقى ايه؟ x x x والvalid. فزيرو معناها ايه؟ ان فاليد. فكده السؤال خلص، فاضل بس جزء بيقول لي لو الفاليو اوف ذا فور اوت، بيقول لي ايه الاوت اللي هيطلع لو كان عندي دي 2 1 وعندي دي ايه كمان 6. المفروض مين اللي يشتغل، دي 2 ولا دي 6؟ اكيد دي 6. فالاوت بتاعنا هيبقى كام؟ يبقى تاني بيقول لي لو عند دي 6 1 وعندي دي 1 عندي دي 2 1، مين المفروض يشتغل، دي 2 ولا دي 6؟ دي 6. دي 6 اللي هي بكام؟ اللي هي تمام مظبوط، اللي هي هيبقى الاوت بتاعي الفور اوت بتوعي هيبقوا مين؟ هيبقى ده. ليه؟ ان دي 6 اللي شغاله، فده مين؟ فده الايه؟ صاحب البريوريتي الاعلى. دي 2 ولا دي 6؟ لا دي 6. فهيبقى مين اللي هيشتغل؟ هيبقى قيمة الـ x1، قيمة الـ y1، والـ z0، والـ v1. طب مثلا لو كان داخل عند عند 7 و6، يعني داخل عند 7 1 و6 1، مين اللي هيشتغل؟ d7، فيدينا الـ output ده. كان مثلا داخل d0 عند d0 1 وعند d3 ب1، مين اللي هيشتغل؟ d3، فيدينا فين فين d3؟ d3 أهي، فيدينا الـ output ده. تمام. نخش بقى على الجزء التالت اللي هو خاص بالمالتيبلكسر. هنا بيقول لي عاوز اعمل مالتيبلكسر 16 في 1 يوزنج 2 8 في 1 اند 1 2 في 1 يوزنج بلوك دايجرام. طب قبل ما نشوف ايه قصه المالتيبلكسر دي، يعني ايه مالتيبلكسر؟ المالتيبلكسر دي دايره مهمه جدا بنستخدمها في الباص سيستم. هو عبارة عن دايرة تتكون من ثلاث أجزاء، input و output وحاجة اسمها selection lines. فده مثلا multiplexer 2 في 1 دايما بيطلع لي 1 output، دايما بيطلع لي ايه؟ output واحد بس. بالmultiplexer يبقى عندي كذا اختيار، كذا choices، بختار منهم ايه؟ اختيار ايه؟ اختيار واحد. فمثلا عندي A و B هنا 0 و 1، فهيبقى المالتيبلكسر بتاعي عندي لو اخترت الاختيار 0 هيطلع لي A، لو اخترت اختيار عند 1 هيطلع لي مين؟ هيطلع لي B. على اساس مين؟ السيلكشن. فلو قيمة ال S 0 هيطلع A، لو قيمة لو كان داخل على ال S 1 هيطلع B. طب افرض كان عندي 4، ده برضه المالتيبلكسر بيشتغل 2 4 8 16 2 ومضاعفاتها. فلو عندي مثلا 4 input A و B و C و D عند 0 1 2 3، هيبقى عندي كام selection؟ بص selection line، selection lines بتساوي log الانبوت، لوج 2 للانبوت. ف
فده ده مالتبلكسر كام في كام كده، ده يعتبر أربعة، قلنا دايما المالتبلكسر بيطلع من واحد، فده أربعة يعني ليه يعتبر اتنين أس إيه اتنين. فيبقى عندي كام سيلكشن؟ اتنين، أو لوج أربعة كام؟ اتنين. يبقى عندي سيلكشن اس زيرو واس واحد، يبقى شكل الفانكشن تيبل بتاعي كده اس زيرو اس واحد، عندي زيرو زيرو يعني اختيار زيرو يعني هيدينا ايه، عندي زيرو واحد يعني واحد هيدينا بي، عندي واحد زيرو هيدينا سي، عندي واحد واحد هيدينا يعني تلاتة يعني اختيار دي. نرجع بقى للمسألة بتاعتنا، زي مسألة الديكودر بيقول لي اعمل ديكودر كبير باستخدام ديكودر صغيرة، هنا بيقول لي اعمل مالتيبلكسر 16 في واحد باستخدام اتنين تمانية في واحد، واحد واحد ايه اتنين في واحد. يبقى انا عندي كام انبوت؟ عندي 16، وعندي كام اوتبوت؟ هو واحد. طب عندي كام سيلكشن؟ 16 دي يعني كام؟ اتنين اس اربعة. يبقى عندي كام سيلكشن؟ عندي اربعة سيلكشن لاين، تعالوا نسميهم ايه، بي سي دي. مطلوب مني اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اعمل ده باستخدام اتنين تمانية في واحد، واحد اتنين في واحد، ادي اتنين تمانية في واحد. تمانية في واحد، تمانية في واحد، ده ليه تمانية انبوت، ده ليه تمانية انبوت، يبقى كده كام؟ 16 اهم. ده ليه تلات سيلكشن، ده ليه واحد اوت، وده برضو المفروض طبعا نكتب هنا مالتبلكسر، ده مالتبلكسر، وده ليه تلاتة سيلكشن هو كمان. طب الواحد ده احنا قلنا المفروض يطلع منه واحد، هو ايه اللي استخدم ايه؟ مالتبلكسر اتنين في واحد، يبقى على طول هنروح عاملين ايه، ادي ده مالتبلكسر اتنين، ادي واحد وادي التاني، فيختار مالتبلكسر كام في كام؟ مالتبلكسر اتنين في واحد، فيطلع لي الاول. طب ده ليه كام سيلكشن؟ ده اتنين. طب ده ليه قلنا تلاتة؟ عشان اتنين اس تلاتة، ليه تلاتة ايه سيلكشن، ده اتنين اس واحد يبقى ليه 1 ايه سيلكشن. تعالوا بقى نكتب بقى السيلكشن برضه، هيبقى هنا عندي هسميه ايه، اقول لكم اشمعنى ايه دلوقتي، وطبعا الاتنين دولت داخلين على نفس السيلكشن، يبقى الاتنين دولت هم نفس الايه السيلكشن. مثلا لو بي سي دي، فده يبقى بي مثلا، وده يبقى سي، وده يبقى دي، بحيث لو طب اشمعنى كتبت A B C D؟ فاكرين برضه التروث تيبل لما عملنا A B C D كان هيبقى عندي 8 اصفار، فاكرين 8 وحايد وهكذا. فانت لو لاحظت ايه، هتلاحظ ان لو عملت ده التيبل ده كده، هتلاحظ ان ايه، في الاول هنا 8 اصفار وهنا 8 وحايد، في الثمانيه الاولانيين الايه ثابته، فيعتبر ده اختيار زيرو. يعني ايه اختيار زيرو؟ يعني اللي فوق هو اللي يشتغل. ده لو قلنا ده مالتبلكسر زيرو، ولو ده قلنا مالتبلكسر 1، فلو عندي الاي بزيرو اللي فوق هو اللي هيشتغل، لو عندي مالتبلكسر ولو عندي لو عندي بواحد، يبقى الاوت اللي طالع من هنا هو اللي هي ايه اللي هيشتغل. تمام. طيب لو كان الانبوت زي ما قلنا كان 0 0 0 0، يعني الاي 0، يبقى الاوت مين اللي هيشتغل؟ الاوت بتاع ده، فده ده هيبقى داخل له بقى 3 0 0 0، يبقى اختيار ده داخله 8 اللي هو بختي، اللي هم مين؟ 0 1 2 3 4 5 6 7، وده هيبقى مين؟ 8 9 10 لغايه كام؟ لغايه 15. فلو داخل 0 0 ادي 0، يبقى الاولاني هو اللي هيشتغل، وده داخل له 3 اصفار، يبقى اختيار مين اللي هيطلع؟ هيختار الاختيار رقم 0. افرض كان داخل 0 1 1 0، دي يعني 0، يبقى مين اللي هيشتغل ده برضه؟ يعني ايه 1 1 0؟ يعني كام؟ يعني 6، يبقى اختيار رقم 6 هو اللي هيطلع من هنا. طيب افرض كان داخل 1
زي 1111 يعني ايه 11 يعني ده طالما الاي 1 يبقى ده اللي هيشتغل. طيب 31 يعني ايه طالما ده اللي هيشتغل؟ 1 يعني عندي اللي هي ال 15، بس طبعا هنا مش هتبقى اسمها 15، هو برضه مترتب من 0 لغاية 7، احنا بنقول 15 كده انتويشن يعني عشان هم 16 انبوت، لكن في الحقيقة ده من 0 ل 7، وده برضه من كام؟ من 0 ل 7. طالما داخل 1 1 فالسبعة هنا اللي هتطلع في الدين ايه؟ 7، ليه احنا بنقول عليها اختيار رقم كام؟ 15. تمام، فهو حل المسألة بس كده، هنرسم التو مالتيبلكسر والايه والمالتيبلكسر التالت، لكن ترو ستيبل ده بس للشرح. تعال نشوف بقى سؤال 4 32. بيقول لي في سؤال 4 32 بيقول لي implement the following boolean function with a multiplexer. هنا بيقول لي زي ما عملنا في الديكودر، كان مدينا فانكشن وقول لي ارسمها بالديكودر، المره دي هنا بيقول لي ارسمها بمين؟ بالمالتيبلكسر. بس هنا ما قاليش مالتيبلكسر كان فيه كام، وهنا المالتيبلكسر حجمه مش بيتحدد على اساس الانبوت، ده على حساب ده براحتك انت، طالما ما حددلكش في المساله قال لك استخدم مالتيبلكسر كان فيه كام، فبراحتك تقدر تستخدم اي مالتيبلكسر انت عاوزه. فتعالوا بس كل ما حجم المالتيبلكسر يبقى اكبر كل ما يكون اسهل. فتعالوا نجرب نستخدم مثلا مالتيبلكسر 8 في 1. يعني ايه مالتيبلكسر 8 في 1؟ يعني ليه 8 انبوت وكام اوتبوت؟ 1 اوتبوت وكام سيلكشن؟ تمام، ده 2 اس 3 يبقى 3 سيلكشن. تعالوا نعمل التروث تيبل بتاعه. التروث تيبل هنا يبقى كام؟ فعندي 4 انبوت فيبقى عندي 8 اصفار 8 وحايد وهكذا، فاعمله اوقف التسجيل. تعالوا بقى بعد ما رسمت التروث تيبل نلاحظ ايه؟ عملت التروث تيبل بتاعي خالص اللي هو 8 اصفار 8 وحايد 4 اصفار 4 وحايد، والاف بحط 1 على اساس. طبعا احنا بنحل سؤال رقم ايه؟ حطيت عند الزيرو 1 وعندي الاثنين وعندي الخمسة وعندي الثمانية وعندي العشرة وعندي الأربعتاشر، حطيت وحايد والباقي كله يبقى أصفار. تاني وأتأكد هو مقاليش في المسألة استخدم مالتيبلكسر كام في كام، طالما مقالكش استخدم مالتيبلكسر كام في كام فبراحتك، عايز تستخدم 16 في 1 8 في 1 4 في 1 2 في 1 زي ما أنت عايز. طبعا هأكبر مالتيبلكسر ممكن تستخدمه من 16 في 1. تعالى سي قول لي استخدمنا 8 في 1. 8 في 1 يعني إيه؟ يعني داخل لي 8 انبوت. يعني ايه؟ وانا التيبل بتاعي 16، فمحتاج اخلي 16 اخليه 8 اجزاء، اخد كل 2 مع ايه؟ مع بعض. هناخد الاثنين دولت الاثنين دولت الاثنين دولت دولت تمام. بعد ما قسمته لتمن اجزاء ابدا اشوف السلكشن اللي عندي. انا عندي كام سلكشن؟ 3، زي ما عملنا في الانيبل. كنا بناخد دايما الانيبل من الشمال لليمين عشان بيبقى الفاليو فيها ثابت. عندي كام سلكشن؟ عندي 3 اللي هما A وB وA وC. هناخد 3 سيلكشن هم اول 3 على الشمال عشان قيمهم هنلاحظ اللي هي ايه ثابت ما بتتغيرش، فاقدر استخدمهم از ايه سيلكشن ثابت. يعني ايه؟ يعني لاحظ في الاثنين دولت قيمه الاي بي سي كام؟ 0 0 0، يعني كاني ده اختيار رقم 0. ده 0 0 1 كاني ده اختيار رقم 1. هنا 0 1 0 كاني ده اختيار رقم 2. 0 1 1 0 1 يعني ده كأنه اختيار 3، ده كأنه اختيار 4، ده كأنه 5، ده كأنه 6، ده كأنه ايه 7. فافرض كان عندي 2 سيلكشن كنت هاخد اول 2، عندي 1 سيلكشن كنت هاخد الاي. تعالوا بس نحلها هي على 8 في 1 اللي هو 3 سيلكشن اللي هو قلنا هيطلعوا، ومين في الاخر؟ اي وبي وسي. بعد كده مش فاضل غير مين؟ الدي. بشوف علاقتها مع الاف مع الاوبوت. فهنا الدي مع الاوبوت هنلاحظ ايه؟ كان 0 طلعت 1، 1 طلعت 0، يعني دي داش.
هنا 0101 يعني دي داش، قيمة الدي بتطلع كومبليمنت، هنا 0101 الدي مالها؟ طلعت بنفس قيمتها. هنا 0100 على طول الأوت بإيه؟ بزيرو. هنا 0110 دي داش برضو دي داش زيرو، دي هنا طلعت إيه؟ دي داش. فيبقى عندي زيرو داخل دي داش، وعندي واحد برضو دي داش، وعندي اتنين داخل دي، وعندي تلاتة داخل زيرو، وعندي أربعة داخل دي داش، وعندي خمسة داخل دي داش برضو، وعندي ستة داخل زيرو، وعندي سبعة داخل دي داش. بتبقى المسألة كده ايه خلص. طب افرض كان قال لي استخدم مالتيبلكسر 16 في واحد، كنا هنعمل ايه في واحد مالتيبلكسر على نفس المسألة؟ كل ده احنا بنحل في ايه؟ طب ما قاليش استخدم مالتيبلكسر كام في كام، فانت بتختار المالتيبلكسر اللي انت عاوزه. فهنا هتروح عامل ايه؟ 16 واحد مالتيبلكسر، عندك كام واحد انبوت وكام سيلكشن وكام انبوت 2 3 لغايه كام 15، وهيبقى عندك كام سيلكشن؟ ده اهم حاجه، كام ده 2 اس 4 يبقى عندي 4 سيلكشن A B C D. فيبقى الاوتبوت هنا يبقى ايه؟ خلاص انا اخترت دول سيلكشن، هل محتاج اقسم التيبل؟ ما التيبل اصلا انا محتاج 16 والتيبل كله 16، فمش هقسم حاجه. فخلاص خدت الاربعه الانبوت كلهم كايه؟ كايه؟ كسيلكشن. هيفضل مين بس الاف؟ فكده معناه ايه؟ عند الزيرو هيطلع مين؟ هيطلع واحد، وعند الواحد هيطلع كام؟ هيطلع زيرو، والاتنين هيطلع عندها كام؟ واحد، والتلاتة هيطلع عندها زيرو، والاربعة هيطلع عندها زيرو، والخمسة هيطلع عندها واحد، وهكذا لغاية كام؟ 15. وال15 هيطلع عنده كام؟ عنده كام؟ زيرو. فنفس الاوت نفس اللي الاف، الاف ده هكتبه هنا، الاف كلها هكتب ايه؟ هكتبها هنا، لان اخترت الاربعه اصلا كلها سيلكشن. يعني لو جالي 000 المفروض اللي يحصل يطلع واحد، لو جالي 0001 يطلع زيرو. فعرفنا التركية دي، التركية دي طبعا شفت المساله بقت سهله ازاي، انت مش هتعمل حاجه طبعا. فدي تركية مشهوره برضو، لو هيجيب لك يقول لك اعمل مالتيبلكس 16 في واحد والتيبل اصلا 16، فانت مش هتعمل حاجه، لا هتقسم ولا هتعمل اي حاجه، هتاخد الانبوت كلهم كانهم سيلكشن، والاوتبوت هو اللي هيطلع ايه؟ هو نفسه هو الانبوت في المالتيبلكسر. طب افرض بقى قال لي اعمل مالتيبلكسر 4 في واحد، هنعمل ايه؟ تعالوا نشوف. لو حد يقول نرجع تاني، لو قال لي استخدم مالتيبلكسر 4 في 1، يبقى احنا حلينا المسألة دلوقتي اللي هي رقم ايه؟ حليناها مرة 8 في 1، وحليناها 16 في 1. لو حبيت احلها 4 في 1، طبعا انت براحتك، هو في المسألة ممكن يحدد لك ممكن ما يحددلكش، فهنا في المسألة دي ما حددش، فاحنا بنحل بكل، فانا بحللك بكل بأي حل فيهم، واختار اللي انت عاوزه، بحيث لو قال لك في المسألة اختيار معين تقدر تحل بيه، تمام؟ فأي واحد من الحلول دي ايه؟ صح. لو قال لي 4 في 1، 4 في 1 يعني عندي مالتيبلكسر ادي 4، يعني دي 4 انبوت 0 1 2 3 وكام سيلكشن؟ ده 2 اس 2، يعني 2 ايه سيلكشن؟ 1 اوت. هنا ده 16 ومحتاج له 4 انبوت، يبقى هعمل ايه في التيبل؟ تمام، ال 16 هقسمه لايه؟ لأربع أجزاء. نقسمه لأربع إيه؟ أجزاء. وبقى الاختيارات بقى عندي كده أربع اختيارات، وعندي كام سيلكشن؟ عندي اتنين، هختار مين؟ قلنا من الشمال، عندي اتنين يبقى هختار مين؟ A و B. مظبوط، ادي A و B لغاية
فبقى عندي قلنا ايه كده، عندي بنلاحظ ان ايه وبي صفر وصفر، يبقى ده اختيار رقم صفر، ده اختيار رقم واحد، ده اختيار رقم اتنين، ده يبقى اختيار رقم تلاتة. فاضل لي مين بقى؟ سي ودي. سي ودي بيدينا وانز فين؟ هنا وهنا، كأنك بتحل مسألة بقى عادية خالص، بس ده هو ده التروث تيبل بتاعك، بتدوس على الأربعة دولت وعلى الأربعة دول، بيدينا وان هنا وان هنا، يبقى سي داش دي داش بورينج مع مين؟ سي دي داش اخد مين مشترك؟ او ممكن انت دي داش سي بلس سي داش، او انت لو لاحظت هتلاحظ ان ده 0 1 1 0 0 1 1 0، يعني بيدينا ايه دي داش فعلا. هنا بيدينا ايه واحده بس اللي هي مين؟ عند سي داش دي. هنا هنلاحظ مين زي اللي قبل، زي الاول واحده 0 1 1 0 0 1 اللي هي تعتبر مين دي داش، او كنت او تعملها زي اول واحده تطلع سي داش دي داش بلس سي دي داش وتاخد دي داش عامل مشترك. وهنا نلاحظ بيدينا مين عند واحد، عند مين؟ عند سي دي داش دي داش، ويبقى زيرو داخل لها مين؟ داخل لها دي داش، واحد داخل لها ادي اند سي داش مع دي، والاتنين داخل لها دي داش، واخر واحده سي دي داش هنا داخل لها دي داش، وهنا داخل لها اند مع سي مع دي داش، ومين قلنا مين السلكشن؟ اي وبي. تمام. تعالوا بقى لو قال لي حلها اتنين في واحد هنعملها ازاي؟ تعالوا نشوف. تعالوا بقى لو قال لي حلها اتنين في واحد، حلها ايه اتنين في واحد؟ بدل ما احلها على المسألة دي هنحلها على بي عشان يبقى حلينا السؤال ايه كله. تعال نحل دي زي برضه نفس القصة، ممكن احلها 8 في واحد، 16 في واحد، 4 في واحد، أو 2 في واحد. تعالوا نجرب ده بقى نحله بمين؟ ب2 في واحد. طبعا ده الموضوع ده امتى؟ لو ما قاليش اختار ايه؟ لو ما قاليش تستخدم مالتبلكسر كام في جاب؟ طالما ما قاليش استخدم مالتبلكسر اللي انا عاوزه. طب الاول استخدم مالتبلكسر 2 في واحد هنعملها ازاي؟ تعالوا ادي مالتبلكسر 2 في واحد، يعني واحد اوت واتنين اوت، زيرو واحد، وعندي كام سيلكشن؟ مظبوط واحد بس. هناخد مين السيلكشن؟ قلنا بناخده من الشمال، انا محتاج واحد سيلكشن، يبقى هاخد ال A، ولا هاخد ال A كأنه سيلكشن، وده المالتبلكسر ليه كام انبوت؟ 2 اوت، وده التيبل 16، يبقى اقسمه جزئين، يبقى عندي اختيار رقم 0 واختيار رقم 1، اقسمه 8 و 8. تمام. عندي بقى الاوت عند مين؟ عند طالما باي باي، فاكرين كان معناه ايه؟ السيجما كان معناها 1 وباي معناها 0، عندي 0 عند 2 6 و11، عند 2 و 6 و 11 عندي فيها ايه؟ عندي كلها ايه؟ زيروز، والباقي كله يبقى 1. هنا 1 1 1 1 1 وهنا في 1 1. هنشوف كده التيبل. يبقى عندي 2 و 6 و 11، عندي كل صفار، والباقي كله عندي في ايه؟ في 1. وقسمنا التيبل جزئين عشان ده 2 في 1، اول 8 مع بعض 8 التانيين، وخدنا واحد سيلكشن اللي هو الايه، عشان هيبقى 8 هنا بصفار وال 8 هنا بايه؟ بوحيد.
هنا بقى براحتك اشتغل. طيب الاسهل هنا بقى زي برضو هنا، طب قال لي ديزاين، عندي وانز وعندي زيروز، ايه الاسهل، اشتغل على الوانز ولا اشتغل على الزيروز؟ براحتك، عايز تشتغل على الوانز ماشي، بس هتضطر بقى هتعمل، خلي بالك هنا برضو هيبقى عندي كام فانكشن باقيين، كام فاريبل، يعني خدنا الاي سيلكشن يبقى فاضل معايا كام فاريبل، فاضل 3 فاريبل، هما مين؟ بي وسي ودي، اشوفهم مع مين؟ مع الاف. فانت عندك الحل الاسهل ان انت تعمل كي ماب للبي سي دي وتشوف، تحط الوانز تختار او تطلع المعادله وتختصر وتشوف الفانكشن بتاعتك، او الاسهل انا الف اللفه دي كلها ليه؟ انا عندي بس 2 زيرو، ما اشتغل على الزيرو، اجيب الماكس تيرم، الماكس تيرم ده بتاع ده هيبقى مين؟ هيبقى بي بلس سي داش بلس دي اندنج مع مين؟ 2 زيرو هنا مع بي داش بلس سي داش بلس دي. طب لو كان عايز يشتغل على الوانز برضه صح، بس هتبقى المسألة طويلة، هتضطر تعمل كي ماب تشوف الوانز فين وتحطها وتطلع السمبليفاي وتطلع المعادلة كده، صح وكده صح، بس مين الأسهل؟ تشوف مين اللي عدده أقل، لو كان عدد الوانز أقل أشتغل على الوانز، لو عدد الزيرو أقل أشتغل على الزيرو. وهنا فاضل لي بس إيه؟ عنده كل وانز بعد واحدة فيها زيرو يبقى الماكس تيرم بتاعها مين؟ يبقى بي بلس سي داش بلس دي داش. يبقى الرسمة بتاعتي في الآخر عبارة عن إيه؟ تعالوا بقى نرسم. لو رسمنا يبقى قلنا خلاص الـ A هو السيلكشن، الـ A الزيرو داخل لها مين؟ داخل لها 2 أور داخلين على AND، أول أور داخل لها بي وسي داش ودي، وبي داش وسي داش ودي، واختيار رقم واحد داخل له مين؟ داخل له اورنج بتوين مين ومين؟ بتوين بي وسي داش ودي داش، بي وسي داش ودي داش. يبقى نراجع تاني، يبقى ايه اللي عملناه في القصه دي في المساله دي؟ وعشان قال لي هنا استخدم 2 في، هو ما قاليش استخدم كام، انا اخترت استخدم ملتبلكسر 2 في 1، قسمتها لجزئين، عندي 1 سيلكشن بقى عندي 8 فوق و 8 تحت، بقى عندي 3 فوق 3 فاريبل عاوز اشوف علاقتهم مع اف. كنت ممكن اشتغل على الوانز، فكنت هعمل كي ماب اللي هي 8 كي ماب 8 عشان 3 فاريبل، واحط اماكن الوانز واطلع الفانكشن وارسمها، او كان الاسهل انا عندي بس هم 3 0 فاشتغل على الزيروز. نلاحظ ايه طبعا في المسائل النوعيه دي لما بيحددليش، كل ما يكون المالتيبلكسر حجمه اكبر كل ما المساله بتكون اسهل. طالما ما حددليش اختار مالتيبلكسر كبير عشان تبقى المساله اسهل وما فيهاش ايه لف ودوران كتير. تعالوا نخش على السؤال اللي بعده. السؤال ده جميل، بيقول لي عاوز implement a full other with 2 4 في 1 مالتيبلكسر، انا احدد لي نوع المالتيبلكسر. تعالوا ازاي نعمل فول اذر، تعالوا نشوف الترو ستيبل. تعالوا نعمل الاول ترو ستيبل بتاع مين؟ بتاع الفول اذر. كان الترو ستيبل بتاع الفول اذر عباره عن ايه؟ بيتكون من جزئين، يبقى عندي 3 انبوت اكس واي وزد، وعندي سم وعندي كاري، 4 اصفار واربع وحايد، صفر صفر وان، صفر صفر وان وان، صفر وان. عملنا التروث تيبل بتاعنا، سم كاري زيرو زائد زيرو زيرو، مفيش كاري، واحد زيرو واحد زيرو، واحد زائد واحد زيرو يبقى واحد، هنا واحد معيش كاري، زيرو واحد زيرو واحد واحد واحد. هنلاحظ اللي عندي معادلة للسم فانكشن لمين؟ للكاري. والاول انا قال لي استخدم مالتيبلكسر كام؟ قال لي استخدم 2 مالتيبلكسر 4 في 1، 4 في 1 مالتيبلكسر، يعني ليه كام سيلكشن؟ ليه 2 سيلكشن وده ليه 1. بالمنطق كده انا عندي 2 اوت، يبقى واحد اكيد للسم واحد للايه؟ للكاري. كل واحد ليه ايه؟ 4 انبوت، 0 1 2 3، 0 1 2 3.
احل المسألة ازاي؟ اخد الصم كأنه اوت لوحده، واخد الكاري كأنه لوحده، احل المسألة. وزي ما حملنا في المسألة اللي قبليها، ده ملتبليكس 4 في 1، يبقى محتاج 4 انبوت، يبقى هقسم التروث تيبل ده ل4 اجزاء. تمام، تعالوا نشوف الصم وهقولنا هيبقى عندي كام سيليكشن. قلنا هنا 2 عشان 2 اس 2، فهياخد مين؟ اكس واي هيبقوا هما السيليكشن، يبقى هنا اكس واي، وبرضه هنا هيبقوا اكس واي واي. ممكن ترسمهم كده على طول، تعمل كده. ويبقى ده اكس، ده يبقى اي، او تسيبهم لوحدهم برضو كده صح. تعالوا نمسك الصم. الصم علاقاتي مع الزد، هنا اس وزد بتدينا زد، هنا زد داش، هنا زد داش، وهنا زد، يبقى داخل هنا زد زد داش زد داش زد. نمسك بقى الكاري لوحديها مع الزد، هنا 0 0 فبيدينا 0 0 1 0 1، يبقى زد 0 1 0 1، يبقى زد 0 1 1 1، يعني بيدينا على طول 1، يبقى الانبوت 0 0 0 1. بس كده المسألة تبقى خلصت، مسألة بسيطة جدا ما فيهاش حاجة. تعالوا نشوف مسألة 4 34. تعالوا السؤال 4 34 بيقول لي هنا عندي، لو كان عندي تعالوا في واحد ملتبلكسر ليه انبوت اي بي سي تمام، وي كونكتد تو ذا سيليكشن اس 2 اس 1 لاس 0. وطبعا طالما ملتي بلكسر يعني ليه كام انبوت؟ 8، يعني هو مسميهم اي 0 اي 7. فهو هنا بقى عاوز ايه؟ تعالوا نحل واحده فيهم. يقول لي ديترماين ذا بوليان اي فانكشن ذات ذا ملتي بلكسر اي امبلمنت. عاوز يعرف بقى هنا، مش عاوز يرسم، هو عاوز يعرف البوليان فانكشن اللي الملتي بلكسر بيعمل لها امبلمنتيشن، قيمة الاف. عاوز يعرف الاف للمالتبليكسر، فهو عكس هنا، مش عاوزين نرسم ولا نعمل حاجة خالص. فمش عاوز يرسم ولا عاوز يعمل حاجة، وعاوز يعرف بس قيمة الاف، الفانكشن بتاعته ايه. فتعالوا نعمل التروث تيبل بتاعنا ونشوف التقسيمة كانت عاملة ازاي. عملنا التروث تيبل بتاعنا، تعالوا بقى نشوف هنقسمها ازاي. هنا بيقول لي المالتبلكسر كان في كام؟ 8 في 1، يعني كان مقسمه 8 في 1، يعني كان مقسمه 8 اجزاء. تعالوا نقسمه 8 اجزاء، وكان مسمي كل جزء i0 i0 i1 i2 لغاية i7. يبقى ده الجزء الأولاني، هو كان مسميه i0، ده الجزء التاني هو سميه i1، ده الجزء i2، ده i3، ده i4، ده كان مسميه i5، ده مسميه i6 i7. بيقول لي هنا تعالوا نحل ايه. بيقول لي في ايه؟ كان عند i1 بيساوي i2 واي7 الاوت على طول بزيرو. عند i1 i2 i7 i1 اهو على طول بيدينا 0، واي2 واي7. وعند i3 واي5 بواحد، i3 واحد واي5 بواحد الاوت بايه؟ بواحد. وعند i0 واي4 بيدينا دي، بيدينا قيمة دي. خلي بالكوا اي بي سي، وهنا كان مين؟ طبعا الفاليو بتاعي كان مين؟ اللي هو دي، ده اللي هو ايه؟ دي اي بي سي دي،
يبقى تاني عند اي من اي زيرو بيساوي اي اربعة بيساوي دي. اي زيرو اللي هو هيدينا زيرو واحد اللي هو دي، واي كام كمان اي اربعة يبقى بيساوي دي. دي بكام؟ بزيرو واحد. واي ستة بكام؟ بدي داش. واي ستة بدي داش يعني دي كانت هنا بزيرو هيطلع وان، ده هيطلع اي زيرو. وكان قال لي عندي ثلاث سيليكشن اللي هما اكيد هيبقوا مين؟ قلنا هناخد طالما هيبقى عندي ثلاث سيليكشن يبقى هناخد اول ثلاثة. تمام، فاضل ايه بقى المطلوب من المسألة؟ عاوزاه عاوزين نجيب قيمة f، فتبقى مسألة عادية خالص. هنعمل لها كيماب ونطلع الفانكشن بتاعتنا وبس كده، هو مش عاوز أكتر من كده. بعد ما عملت الكيماب نبدأ نشوف الوانز بتاعتي محطوطة فين وأبدأ أحطها على الكيماب. عند واحد عند الواحد، وستة سبعة، وتسعة وعشرة وحداشر واتناشر، وتسعة وعشرة وحداشر وإيه واتناشر. بس نبدأ نشوف نعمل مين سيلكشن. نشوف هناخد هل في أربعات ممكن أخدهم مع بعض؟ لأ، ممكن أخد ده مع ده، الاتنين دولت مع بعض، الاتنين دولت مع بعض، وده الإيه لوحده. تبقى اف عندي بتساوي الاثنين دول اللي هما يعتبروا اي بي داش سي بلس الاثنين دول اللي هو اي داش بي سي بلس الاثنين دول يعتبروا بي داش سي داش دي بلس ده لوحده يعتبر اي بي سي داش دي داش. ده كان مسألة رقم اي. بي هتبقى نفس القصة، تعال نشوف بي هتبقى عاملة ازاي. تعال نحل بي. بي بقى بيقول لي عندي وانز فين؟ عند اي واحد واي اتنين بزيرو. اي واحد واي اتنين بايه؟ بزيرو. عند اي واحد هنحط زيرو، وعند اي اتنين ادي اي واحد وادي اي زيرو، واي تلاتة بيساوي اي سبعة ونحط واحد عند اي تلاتة واي سبعة، اي تلاتة وعند اي سبعة. وعند اي اربعة واي خمسة بدي، اي اربعة بدي واي خمسة بدي واي ست، وفاضل بس كده مين؟ اي زيرو واي ستة بدي داش. يبقى هنا زيرو هتطلع واحد، وهنا زيرو، فين اي ستة؟ اي ستة الزيرو هتطلع واحد، والواحد هيطلع زيرو. يبقى اخر حاجة فاضل نعمل ايه؟ نحط الوانز على الكيماب. عندي وان عند زيرو، وان عند ستة وسبعة وتسعة وحداشر، ستة وسبعة وتسعة وحداشر، وعندي اتناشر واربعتاشر وخمستاشر. اتناشر واربعتاشر وخمستاشر، نشوف اللي هنعمله سيليكشن. ممكن ناخد الأربعة دولت مع بعض، نشوف ايه اللي هنعمله سيليكشن.
بناخد الأربعة الاثنين، ناخد ده مع ده، ده الأحمر. تعالوا بقى نكتب الفانكشن. تعالوا الأربعة دولت يعتبروا ب c plus c d dash دي لا ده يعتبر سوري بي سي الترم ده بقى يعتبر مين؟ اي بي داش الترم ده بقى يعتبر مين؟ اي بي داش والاتنين دولت يعتبر لا ده لسه مين كمان فاضل دي بلس ده وده يبقى اي بي دي بورينج ده لوحده اي داش بي داش سي داش دي داش. تبقى المسألة كده ايه خلصت. اخر بقى مسألة بيقول لي implement تعالوا بقى نحل مسألة، مسألة رقم 435 بيقول لي implement the form function. هنا بقى نلاحظ ايه يا شباب، حدد لي المالتيبلكسر اللي استخدمه. فانا ملزم المالتيبلكسر اللي هو ايه حدده لي. هو ادانا المالتيبلكسر كام في كام؟ قال 4 في 1 ترو ستيبل اي بي سي دي. هو الترو ستيبل بتاعنا 8 اصفار 8 وحيد، الترو ستيبل بتاعي عادي 16 ايه هو عبارة عن 16 كومبينيشنز. ونبدأ نحدد نحط الوانز فين. نحط الوانز عند، تعالوا نحل ايه عند 1 و3 4 و11 عند 4 وعند 11 و12 وعند مين تاني و13 و14 و15 والباقي كله يبقى عنده ايه عنده زيروز. عايز مالتبليكسر كام في كام؟ مالتبليكسر 4 في 1 يعني عندي 4 input وكم selection مظبوط ده 2 أس 2 يبقى 2 selection 1 out. يبقى أنا محتاج أقسم التيبل بتاعي 4 أجزاء ويبقى عندي كام سيليكشن مظبوط 2 سيليكشن. هاخد مين A B سيليكشن فبالنسبة لي ده هيبقى اختيار رقم 0 وده اختيار رقم 1 وده 2 وده 3. احنا خدنا هنا A و B سيليكشن وهيبقى فاضل لي سي دي. اشوف بقى المعادله بين وطبعا الفانكشن اف، اشوف الريليشن اللي بين السي دي والاف. فنلاحظ هنا ايه ممكن تجيب على طول بالنصر مجرد النصر اللي هتطلع دي هنا 1 1 1 1 او ممكن تحلها ازاي. هنا بدينا 1 1 يبقى سي داش دي بلس سي دي فهتساوي دي هتساوي سي وناخد ناخد دي مشترك يبقى سي بلس سي داش طلعت A D. يبقى عندي زيرو داخل مين داخل دي. تعالوا نشوف هنا هنلاحظ داخل عندي شغلة 1 واحدة يبقى C داش D داش وهنا C D وهنا بيدينا ones على طول. يبقى داخل عندي 1 and فيها C داش D داش وعندي 2 داخل سي دي وعندي 3 داخل اي 1. ده كان اي.
تعال نشوف بي. بي بقى بيقول لي نفس القصة برضه، مطلوب نفس 4 في 1، فأقسم 4 أجزاء وأختار 2 سيليكشن اللي هما A و B وأحط ones. عندي مين؟ عند حسب الفانكشن اللي مدهاني عندي B. في سؤال رقم B، فنشوف عندي 1، عندي 1 و2 و5 و7، عندي 1 و2 و5 و7، وعند 8 و10 و11 8 و10 و11 و13، فاضل ايه كمان؟ و15، وعند الباقي كله ايه؟ 0. شوف المعادلة اللي هتطلع هنا، هنلاحظ ان هي بيدينا مين؟ ادينا 1 هنا وهنا، يبقى سي داش دي بلس سي دي داش اللي تعتبر مين؟ سي اكس اورنج دي. هنا بيدينا 1 عند سي داش دي بلس سي دي اللي تعتبر دي، يعني ده هيروح مع ايه؟ مع ده. هنا بيدينا 1 عند سي داش دي داش اورينج مع سي دي اللي تعتبر الاتنين مش عكس بعض، لا ده دي مين اسمها اكس ايه؟ اكس نور. اخر حاجة بيدينا سي داش دي بلس سي دي اللي تعتبر مين؟ دي. يبقى اول واحدة داخل عليها سي اكس اورنج دي، تاني واحدة داخل دي، تالت واحدة داخل اكس نور، لا شبه اكس اور بس في نوت، اخر حاجة داخل عليها دي. كده هيبقى السؤال الشديد خلص.